طيب، زي ما سمعنا الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيأكد على أهمية التعاون والعمل المشترك أو متعدد الأطراف وفقا لتعبير السيد الرئيس، إنه لدينا يقين ثابت بحتمية التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف، أهمية إعلاء مبادئ التعاون الدولي والتضامن الدولي لتمكين الشعوب من مواجهة التحديات العالمية الراهنة في مجال المياه. اتكلم كمان الرئيس وقال إن دفع جهود التنمية شرطا أساسيا لتعزيز السلم والأمن الدوليين وإقامة نظام عالمي مستقر. اتكلم كمان الرئيس وقال إما أن ننجح معا في مواجهة هذه التحديات بالتعاون سويا أو نقع في براثن التناحر حولها. الحقيقة رسائل مهمة جدا جدا بتحمل في طياتها أو ما بين سطورها إن هو ده الهدف، إن هو ده اللي بنتكلم فيه، اللي هو ده الدولة المصرية دايما بتعيد التأكيد بخصوصه، إن سواء بقى أزمة السد الإثيوبي أو أزمات المية بشكل عام لازم يكون في جدية ولازم يكون في تعاون، ولازم ما تكونش المية هي أحد أسباب الصراع بين الشعوب وبين الدول، لازم تكون أساس للتعاون وللتنمية، إن لازم تبقى الإيدين مفتوحة بالتعاون، زي ما اتكلم الرئيس قبل كده في موضوع أثيوبيا وغيرها من الدول الإفريقية، إن احنا موجودين وهنساعد وهنعمل سدود وهنساعدكم في توليد الكهرباء لو في مشكلة في المية. الكلام بقى عن المجتمع الدولي إنه يقدر إن يكون موجود في هذه الصورة، يقدر إن هو يقوم بالتوفيق أو العمل على إزالة أسباب الخلاف، اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته. هنا الرئيس في كلمته بيأكد على أهمية التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف.